هدم منزلي واجبرت اني اسكن في هذا المكان لانه ما فيش مكان اخر الجا اليه. بيت ابوي والدي اللي هو قريب منا هون فيش في وسائل يعني بنقعد عنده 10 دقائق 5 دقائق ساعه بنروح نتحمم وبنرجع بنقعد هون. وبارك الله في الجميع واحنا قاعدين هون وصامدين ان شاء الله لو بمغاره ولو تحت الشمس ولو تحت الثلج والشتاء بدنا نضلنا موجودين. ايش يا بابا؟ ايه مكرر كتاني شلانه اوخر بابا؟ البلديه لما اجتني صوروا البلديه نفسه قبل 6 اشهر صور جوات الظاهر. رغم أن هناك موافقة صريحة من بلدية القدس على تجميد القرار وعدم تنفيذ الهدم بحق بيت عائلة الزير، قامت قوات بلدية القدس الأسبوع الماضي من غير سابق إنذار بهدم البيت وجرفه، وبذلك تم تشريد عائلة خالد الزير.